بعباءة الشركات الأمنية تدخل أنقرة أو تدخل مرتزقتها إلى العمق الليبي. تقارير غربية تكشف الغطاء عن شركة سادات المتخصصة في مجال الاستثمارات العسكرية التي تعزز وجودها في الداخل الليبي عبر اتفاقات مع الميليشيات في العاصمة. تطورات تأتي فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعداد المرتزقة تتخطى 15,000 في ليبيا. الزميلة كريستيان بيسري تضعنا في صورة طبيعة التدخلات التركية في ليبيا وخصوصا من خلال شركة سادات. مساء الخير كريستيان، كيف تمارس هذه الشركة التركية نشاطها في ليبيا وما هو دورها هناك؟ سنتعرف في التقرير التالي على ذلك مهند. إذن هذه الشركة تسعى للاستفادة من التحالف القائم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق في طرابلس، وتمكنت من عقد اتفاق أمني مع شركة أمن ليبية يرأسها أحد قادة الميليشيات السابقين بحسب تقرير لموقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي. الشركة التركية يرأسها الجنرال السابق في الجيش التركي عدنان تانريفيردي، والذي يعمل مستشارا عسكريا للرئيس أردوغان وعضوا في هيئة السياسة الخارجية التركية. وبحسب موقع أفريكا انتليجنس فإن الشركة تعمل بشكل مباشر تحت إشراف جهاز المخابرات التركي. من أبرز مهامها جلب المرتزقة إلى سوريا أو من سوريا إلى ليبيا وتدريبهم أيضا، وتتوسط كذلك في صفقات السلاح بين تركيا وليبيا مقابل نسب ربحية. وصف تقرير لمركز ستوكهولم للحريات شركة سادات بأنها لعبت دور الحرس الثوري الخاص بأردوغان ومهمتها الدفاع عن الرئيس التركي وحزبه. ومعنا من القاهرة المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمود خلف. أهلا بك سيادة اللواء، تحت أي غطاء تعمل هذه الشركة؟ يعني كيف يمكن أن تلعب نفس دور الذي لعبته يعني الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني؟ كيف يمكن أن تقوم بكل هذه المهمات التي ذكرناها في ليبيا؟ والحقيقة في نقطة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها. مسرح العمليات الليبي يختلف تماما على جميع مسارح العمليات في كل التاريخ العسكري، لان ده النقطة الحاكمة. نحن نتحدث على مسرح عمليات مساحته 2 مليون كيلومتر مربع. كل اللي احنا بنسمعه سواء من الشركة سواء من حكومة الوفاق، كل دول بتحركوا سواء من طرابلس لحد ما قبل ترهونة، نحن نتحدث على 7-8% فقط من مساحة ليبيا. فمن المستحيل، في ناس ده بيزنس، فلوس، شركة فلانية وشركة فلانية، كله بيتكلم على الفلوس وكله بيتكلم على الميليشيات. إنما ليبيا حاجة ضخمة جدا. لما نتكلم على ولاية برقة نص ليبيا، ولاية فزان الجنوبية نص ليبيا، نتحدث على ولاية برقة اللي هي فيها كل الولايات الضخمة دي كلها، ولاية طرابلس كلها، اللي أنا بتكلم على 7%. هل من الممكن أيا من كانوا في 7% هيسيطروا على هذا؟ طبعا كلام غير وارد. ولكن النهاردة النقطة انحطت على الحروف، الحرب أو الميليشيات اللي بتشتغل، كل ده بيصير مش في مجال سياسي بقدر ما هو مجال اقتصادي، في فلوس بتكلمه. ليبيا دي دولة ضخمة جدا، جاري زياني غرق فيها، رومل غرق فيها، ما هياش عملية سهلة. وبعدين مصر حطت النقطة على الحروف، وإن الرسالة من القاهرة والمشير حفتر والسيد رئيس البرلمان حطوا النقطة على الحروف. المرحلة الأولى طلبوا وفتحوا باب السلام، لقينا ميليشيات اللي بتيجي، نقلنا على الوش الثاني، أظهرنا القوات ووضعت الخطوط الحمراء، العبور بعد طرهون ومنطقة سرت ومنطقة الجفرة وسرت وشرقها لحد ما نوصل لجدابية، نوصل لطراب، نوصل زي ما نوصل حنك هكون حجم ضخم جدا من القوات المسلحة، ده خط أحمر. فكل الملاعبات وكل الحيل، خلينا نقول في عصابات بتشتغل، فلوس بتشتغل لتعطيل المواقف، إنما تغيير أي مواقف على الأرض من المستحيل، من المحال، من المحال. وانا بقول هذا الكلام ده شيء معروف، الميليشيات اللي هم موجودين على الشريط من البحر، هنتكلم من اول الواطيه، هنتكلم على غرب طرابلس، هنتكلم نصل طرابلس، انا خدم في هذه المنطقه وعلمها جيدا. يعني مساله مش سهله جدا، هو بيدونا الرساله دي وبيحسسونا بالرساله دي، الطوابير الميليشيات بيروحوا الترهونة يخطفوا بعض الافراد، بيدونا صور اسرى، بيدونا هذه الصور، بتفكروا ان من السهل جدا خطف ليبيا من خلال تلك المهاترات، وهذا غير وارد. الشعب الليبي شعب ضخم جدا، يعرف جيدا طريقه،
لو نتكلم على الجزء بارقة، بنتكلم على بنغازي، ونتكلم على هذه المنطقة الضخمة جدا، بنتكلم على أي منطقة من المناطق بعيدة كل البعد عن المهاترات في هذا الشريط الضيق اللي أنا بظبطه جغرافيا ب 8%. طيب. وأردوغان يعلم هذا، والكل نعم. يعلم هذا، وما فيش أي نتيجة من اللي هم بيعملوه سوى الفوضى. ولكن لو عدنا إلى هذه الشركة، شركة سادات، يعني سألتك عن كيف يمكن أن تجد لنفسها غطاء شرعي لتقوم بكل ما تقوم به وسط المراقبة، تحديدا مراقبة إيرين الأوروبية لتهريب الأسلحة وغيرها. خلينا نقول احنا بنتكلم في أسلحة صغيرة وأسلحة محدودة، خلينا برضو ما نديش للشركة، الشركة دي بتعمل في 7%، ده الشركة دي مش في دماغها، مش بتتفكر استراتيجي. الشركة دي عبارة عن عصابات أموال عايزين فلوس، فعشان الفلوس ويدفعوا رشاوي مش أكتر. إنما أوضاع على الأرض وقتال على الأرض لا، مش وارد طبعا. وهم بيدون الرسائل، يعني ما تحسل على شركة بالنسبة لليبيا، ماذا تعني شركة؟ لا شيء. يعني عشان نبقى احنا عارفين، يعني ضبطين المواقف ونبقى فاهمين المواقف كويس، دي مش حرب بهذه البساطة ان عشان شركة او شركتين او 100 شركة او ينزلوا لي مئات الالاف من، لا ابدا، هيبقى في خسائر فقط. انما ليبيا وهتظل ليبيا دولة عظمى، دولة كبيرة، مش عملية سهلة. هم بيلعبوا باعصابنا بهذه الشكل، او بيتصوروا ان هم بيخوفوا الشعب الليبي. القرار الذي اتخذ من القاهرة شقين، الشق الاوس الذي اعلنه السيد رئيس البرلمان الليبي والسيد المشير خليفة حفتر قائد الجيش، اعلنوا خطة السلام، هيجيبوا شركات، اعلنا خطوط حمراء للحركة، هيظل هكذا. هنفاجأ مع اول ضوء في اول يوم قيام عمليات عسكرية نشطة جدا وكاسحة جدا لاستعادة الاوضاع في ساعات قليل. هنجد هذا اليوم، الى ان يأتي هذا اليوم هم بياخدوا، اذا كانوا فاهمين ان هم كل تلك الاجراءات هيعملوا شيء، والشعب الليبي او الليبيين او الاخوة الليبيين اللي اتكلموا عارفين الكلام بتاعك كويس. هو مين يستهدم قرية او قريتين او يروح لفترونة؟ طب يقرب من سرت وينزل من سرت كده في اتجاه الخمس او في اتجاه، مش هيقدر يتحرك. انما هي ضوضاء اعلامية، شركات في مع الاسف فلوس، تركيا تعلم هذا جيدا، كله بيحاول يحقق من مكسب ما. اما ليبيا دولة كبيرة جدا وبعيدة المنال، ولن يحدث شكرا هذا. شكرا جزيلا لك. وفي توقيت معين حيتم التخلص منهم جميعا. المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمود خلف، كنت معنا مباشرة من القاهرة.